هلا والله شباب، يعطيكم العافية. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقة الثانية من لعبة هورايزن الغرب المحظور. ولدكم نبدأ، تضغطوا زر السبسكرايب، وشكرا على دعمكم بالحلقة الماضية. الله يعطيكم العافية، يعني صراحة دعمكم بالحلقة الماضية كان جدا جميل، فوالله كل قلبي شكرا لكم. الله يعطيكم العافية، تفضلوا دعمكم الجميل، وخلونا جماعة الخير كمل باللعبة الجميلة جدا دي. بسم الله يا اخوان، خلونا نكمل اخر مره وقفنا هنا. بس قبل ما نكمل، بس خلوني اوريكم الاشياء الحلوه اللي عندنا هنا. عندنا يا جماعه الخير اللي هو هنا شيء اسمه الدفتر، عارفين؟ قاعد صراحه انا اشوف كذا، بس خلوني اوريكم شيء حلو صراحه، يوريك كل شيء. الروبوتات اللي شفناها بكيب، يعني الحلقه الماضيه كانت تقريبا اول ساعه من اللعبه، ف لما عدينا اول ساعه من اللعبه الروبوتات اللي شفناها، شفت النوع ذا اللي اسمه المنقب، اعتقد يعني من اللي شفته كذا شكله مايل على السنجاب، عارف كيف؟ مرة كان رهيب. وشفنا النوع ذا اللي اسمه الاستغلالي، عارف كيف يا جماعة الخير؟ كان تقريبا كذا، صدقوني الطريقة اللي يمشي فيها زي الكلب، صراحة كان رهيب، كلهم والله كانوا رهيبين. بس لكن بالله شوفوا قديش باقي، يعني صراحة لما شفنا الشيء ذا، ايوه شفنا الأفعى ذي، ناب الأفعى، والله كانت رهيبة لما واجهنا الحلقة الماضية. فصراحة شوفوا قديش فيه، يعني سمعت معلومة يقول لك الروبوتات اللي بالجزء ده دبل الجزء الماضي، يعني صراحة شيء مرة حلو. المهارات الحلقة الماضية فتحنا المهارة دي بالصياد، والله ما ادري المتسللة، عارف كيف؟ اعتقد القسم ده راح اركز عليه بشكل اكبر، مع انه والله على طريقة لعبي ما تعتمد التسلل، نحب على طول اخش فيهم. وهنا عندنا كمان مخزون، عارف كيف؟ يعني الان معنا القوس، ومعنا الحبل المتفجر رهيب ده، والرمح، الرمح هو والله الرمح جدا جدا رهيب مرة صراحة، شيء حلو. كمان في ازياء باللعبة، بس كان في كيف ما عندي لزي ذا، بس ان شاء الله قدام راح اجيب اكثر. فشي في كيف صراحة اللعبة والله جدا حلو. دحين خلونا نكمل في كيف. يراودني شعور سيء، اخر مرة وقفنا هنا، لا يستحيل اخراج هذه من ماذا؟ إرسال. لم يكن ليفعل، لا يستطيع. تم إرسال شيء من قمة البرج، علي إيجاد طريق إلى الأعلى. كلها مجنون، تبون نطلع هذا كله؟ معقولة؟ والله التسلق إلى قاعدة البرج، وضع النزمة تسلة، مدري فين أبدأ، من هنا؟ والله مدري فين تبدأ، يعني لما تسوي زي كذا عارف كيف توريك لازم تروح، وإذا بدأك تطفيها لو تبغى، يعني من عند الإعدادات إنه ما يرشدك، عارف كيف؟ يعني أنت كل شيء تجيبه من نفسه. يو اعتقد اني اطلع من هنا. ربما علي القفز الى تلك الحافة خلفي. اوكي، ما بس اشوف كذا كيف والله جبتها. خلونا نشوف الحبل على هنا، يعني صراحة من الشيء الحلو انه محددي لك، فلازم تروح بكف الاصفر ده، لما تشوف كذا معناته لازم تروح من عنده. طيب يقول لي الضغط باستمرار على L2 واضغط على مثلث من اجل تجهيز الخطاب. سحب تلك الرافعه اقرب خطاب جبناه الحلقه الماضيه، رهيب صراحه. ها نحن ذا، حلوين حلوين. خلونا دحين نديها نقزه جيبها، الحمد لله جبتها. خلينا نستخدم الخطاب. والان كيف ساعبر الى البرج؟ زي كذا اعتقد، اسحبها دي، علي الوصول الى هناك الان. هذا الحين بدل استخدم الخطاف، بس خليني اقرب كذا. حلو الحمد لله، خلاص الحين. ظننت سايلنس سيساعدني عندما اعطاني حربته. كل علنا يبدو انه خدعني. من هنا؟ لقد نقل شيئا عبر البرج. من هنا؟ هل حفظ حادث؟ لما قد يفعل؟ ان عرفت الى اين ارسله فساتعقبه.
الكافو قاعد نتسلق. عقدة الإرسال بها معلومات. خلونا نطلع من هنا. لا يبدو أن بإمكاني مواصلة التسلق. طيب إيش لازم نسوي؟ ما أدري. خلينا نسوي كذا شوف. أيوة على ذي. والله ماني شايف أي شيء تتسلق عليه. كروح الثانية. أجرب الثانية. أيوة مع الثانية. أيوة صح. يبدو أن اللوحة مفتوح. هل أستطيع الولوج إليه؟ والله إن شاء الله تجيبيه. هنشوف كذا. جيب. كافو جابت. الحمد لله تسلقنا. رهيب والله التسلق. كيف صدقوا رهيب. نصعد لنرى. فعل مصعد الوصول. هذا يوم حظي. جار تفعيل إعدادات الصيانة. يفتح بكامله. ماذا ستفعل كارجا بهذا؟ هي العقدة. اتجاه أقصى الغرب. الوغد. حسنا يا إيلوي، لقد قمت بحل الأمر أخيرا. في الواقع أنا متفاجئ لتأخرك في اكتشاف حيلتي. تلاعبت بالحربة لسرقة حادث. لما تهورت هكذا؟ تهورت؟ أنت من حاولت إزالة حادث قبل أن يمكن استخراج معرفته، مثلا الإشارة التي أيقظته، أو مكان إيجاد نسخ غايا التي عانيت للعثور عليها. إن كنت تعرف لما لم تخبرني؟ كنت في مشكلات في الأسابيع الماضية يا إيلوي. الفرق هو أنني تقدمت. لذا بمجرد أن يزول غضبك من حيلتي الضرورية، لما لا تأتين إلى الغرب المحظور وتعرفين كل ما اكتشفته؟ سوف أعثر عليك. أجل، إن الإحداثيات بسيطة حتى بالنسبة لك. لأخبر فارل ومراد بما وجدته. خلنا نروح نخبرهم. لدى إيلوي طريقة لفعل المستحيل. خلونا دحين نروح نخبرهم. طيب خلونا دحين نفكر نروح نخبرهم. آخر مرة تغير فيها ولجت فيه وقد تحول مثل يوم المعركة. أنا ممتن لأن اليوم عاصف. سيرى قلة تغيير البرج من ميريديان. ماذا اكتشفتي؟ حادث. لم ينتهي الخطر، بل ذهب إلى الغرب المحظور وعلي اتباعه. فهمت، ذلك صعب. سمي بالمحظور لسبب. هناك محاربون شرسون يتحكمون به، تيناكث، ولا يقبلون أي متسلل. يقال تحت قيادة إيفاد كان هناك هدنة سلام هش.
السفارة كانت ستقام خلال يومين على أطراف حدودنا. إذا حضرت التجمع تحت رعايته قد تمنحك الديناك حق العبور بدلاً من مهاجمتك. رائع، هذا ما أحتاجه. قتلة أكثر. ملك الشمس، إيلوي، سعدت برؤيتك. لقد غادرت في عجلة، لم نشكرك بشكل لائق. هل نعرض الرمح على البطلة؟ رجاءً. إتمن، اهدأ. محق، لدينا هدايا. إنه من الذوق تقديم الهدايا في القصر، لكنك لا تحبين الرسميات. أحضروها رجاءً. أفاد، هذا لطف منك، لكن أوثد، فاناشا، هيا، من الأفضل تسليمها قبل أن تهرب. حقاً عليك. جربيه. إنه جميل. نيابة عن شعب مملكة الشمس، أتمنى أن تذكرك هذه بامتناننا. قد تريدين البقاء مع أصدقائك، حدثيني عندما تستعدين. ركبتي مسلح جديد؟ أحتاج إلى ربط التجاوز الفائق برمحي الجديد. يفترض وجود طاولة لأستعملها. أعتقد هذا بعض المهمات الجانبية. أعرفي كيف لو أكلمهم دول اللي هنا. بس خذ حروح للطاولة اللي هنا. تعديل الرمح. فين بقى الأشياء؟ شرف لي أن أتعرف على الرمح. هناك طاولة. وريني كده. أعتقد بدنا نضيف أشياء جديدة. قوية وكذا، عارفك كيف. بس أعتقد شيء واحد من اللي أسويه. مكتب ترقية الرمح، تصنيع رمح البطلة. أجيب كذا. حلو حلو، سهل مطلوب. أعتقد قدام بدنا نسوي شيء أكبر. حسنا، تثبيت التجاوز الفائق بالإضافة لشيء جديد لتخزين وإطلاق الطاقة. جهاز رنان سيساعد في القتال. كمل يعني الرمح. صراحة أنا كنت أستخدمه الحلقة الماضية جماعة الخير، كان رهيب. كيف أجل الحين؟ الحين بعد التطوير. حان الوقت، أم ستحتاجين التحدث مع آخرين؟ خلص وقت الرحيل، خلونا نعرف كيف نطلق بالقصة بشكل أكبر بعدها إن شاء الله. راح ألعب المهمات الجانبية، يعني أنا لها زي كذا نظامي كل لعبة. علي الذهاب، سأتجه إلى الغرب وسأحتاج إلى تصريح من تيناكث كما قلت. أين بالضبط ستقام هذه السفارة؟ وراء وادي الرعب، نهاية الحدود الغربية لمملكة الشمس. ستجدين حصن الضوء القاحل عند حافة الوادي. ستقام السفارة أمام بوابته. إنها مسافة أسبوعين سيراً. سنصل في يومين إن قدنا بسرعة. ربما سأستريح هنا الليلة حتى الصباح. بالطبع، سأرتب الأمر. أعرف كثير من الحلقة الماضية كانت تقول له ما باك تيجي معايا عشان ما أدري ما تبغى يعني
أحد يموت بسببها شيء زي كذا. فبين توقع سللت كذا على الفجر كذا في كيفه وراحت المكان تبغى تروح له اللي هو أيوة الغرب المحظورة. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine. عجبني صراحة والله جماعة آخر بشكل كبير بيئة اللعبة الأجواء قصدي حقت اللعبة. يعني الحلقة الماضية كنا بزي الغابة كده والشجار، الحلقة دي شايفين كيف البيئة الصحراوية واللي شفته كمان في بيئة ثلجية كيف كده أجواء ماطرة. شايفين بالله شايفين مرة والله شيء حلو، التنوع ده جدا رهيب والله. صدقوا ما أحب أبالغ بس ممكن أجمل لعبة شفتها بحياتي من ناحية جرافيكس، مرة والله صراحة إبداع. أتوقع هذه كل الأماكن قاعدين نشوفها دحين بدا نروح لها. هذا نوع جديد ما شفناه والله الحلقة الماضية لما كنا نواجه روبوتات كيف يعني والله مواجهتهم كانت رهيبة ممتعة والله. ما شاء الله مقدمة اللعبة كانت جدا طويلة، الحلقة الماضية كانت ساعة عارفين كيف لسه ما بدأت اللعبة الحقيقية خلونا نقول خلاص تنقل بشكل كبير. يا إلهي لم أرى أحدا قط يستغل تلك للتحرك. سأصل للضوء القاحل؟ آجل أقصد عادة لكن ليس اليوم ليس بعد. وما السبب؟ حسناً وادي الرعب الوادي بأكمله مليء بالروبوتات. سأتولى الروبوتات. متأكد من قدرتك لكن لدي أوامر صارمة بعدم التشغيل قبل أن تنطلق الصفارة في تشين سكريب. اسمع لم أقطع كل تلك المسافة لأنتظر، أنزل المقصورة وإلا سأفعلها بنفسي. حسناً لكن من سيعيدها لأعلى؟ حسناً حسناً ولكن لو سأل أي أحد فلتقولي إنك أرغمتيني. أرى دخاناً لكن لا يوجد نشاط. الدخان غالباً قادم من شيء حطمته الروبوتات. بالنسبة للهدوء حسناً العمل متوقف هنا بسبب الجلبة. أي روبوتات التي تسبب مشاكل؟ ثمة الكثير منها وهي قوية تدعى بريسل باك. الغريب هو أن موطنها ليس وادي الرعب
ظهرت فجأة من العدم. لا صيادين لقتلها؟ لدينا صيادون بالفعل، لكن لا أحد منهم يود مخالفة أولفاند زعيم تشين سكريب كما نصب نفسه. توقف العمل كان فكرته. أجل، أنا فقط سأعبر، علي الحضور في السفارة. كان عليك قول ذلك، لن يحدث ذلك قريبا. عما تتحدث؟ أنا لن أمانع من العودة إلى فضل. أتسمعين؟ إنها إجابته. ما ذلك؟ كاهن شمس الكارجا، أنزلته البارحة قبل ساعة من بدء مشاكل الروبوتات. إنه رجل مهم للغاية، أو هكذا يقول. تلك السفارة في الضوء القاحل، من المفترض أن يديرها. ها، عظيم. والله صراحة علم اللعبة جدا جميل. إن لم يتم تنفيذ كلامي فورا، فإن ملك الشمس سيعرف بشأن هذا. بسبب ذلك قضيت الليل وأنا أرتجف بردا، عرضة للهجمات. كنت سأموت. أوه، توصيلي مرفوض، لكن ليس هذه. هذه؟ ما هذه؟ فتاة نورا؟ همجية؟ ابتعدي يا وضيعة. فواديس، إنها إيلوي. فواديس المثابر. إيلوي، أتعلم منقذة ميريديان؟ حقاً؟ حسناً، هذا يخفف من حدة الإساءة. أتيت للسفارة في الضوء القاحل، وهي وجهتك. حسناً، ليس والوادي به مخاطر كثيرة. وهكذا أعلن آرامان أن كهنة قرص الشمس ذو قيمة، يستحقون الحماية، أترين؟ كلام مقدس. سأتجه للضوء القاحل. حين يخبرني قائد فانغارد بأن الطريق خال للتحرك. حسناً، القائد صديق لي. أين آرند؟ لا أمانع التحدث إلى شخص حيوي أكثر. فواديس. فواديس المثابر. فواديس المثابر أرسل إيرند وفانغارد آخر عند مطلع الفجر لإخلاء الطريق. ولذا عند الفجر. مهلاً. أسفل الوادي؟ أجل، سيتفقدني الضفة اليسرى وسيكملني من هناك. حسناً، سمعت أن العمل توقف، أريد ترقية عتادي. الحداد في تشينسكريب سيسمح لك باستعمال طاولته. بالنسبة إلى بريسلباك، قد ترغبين في صناعة سهام حمضية، فإصابة حاوياتها ستقضي عليها. شكراً، سأجد إيرند وأرجعه. مهلاً، إلى أين تذهب؟ أوه، إلى القمة لكي أنتظر في مأمن. آسفة، لدى العامل أوامر. السفيرة قبل العبور، صحيح؟ ذلك صحيح. ها، يجدر بي الصعود. لماذا؟ لماذا؟ فلترافق فواديس المثابر إلى تشين سكريب وانتظرني هناك. لك ذلك. سأجد إيرند وسأخلي طريقاً، وبعدها لا أعذار. الضوء القاحل، السفارة. إن كانت إرادة الشمس ستكون، فلتثق بي. علي العثور على إيرند، ولكنني سأقصد تشين سكريب لأرقي قوسي. خلونا نروح بالبدار كمرق القوس عند الحدار. نشوف كذا. أعتقد اللعبة فيها سفر سريع وساكنة فيك. والله ما شاء الله. بلا خلينا نشوف بس الخريطة. شايفين بالله قديش؟ بالله شايفين. عالم جدا ما يقول لك لعبة عالم مفتوح. يو عندي نقطة من نقاط المهارات. خلوني أجي عند ال خلوني أجي عند ناجية فيك من قبل صح وكذا. هي دي أبغى أقول بلها ثواني بس خلينا نشوف اللي هي. يو هو ذا اللي أبغى معنا شيء. هو ذا يعني لازم تفتح بدأ المهارة دي، والمهارة دي كويس يعني تخلينا نعالج نفسنا دواء قوي مفعول عارفين نعالج نفسها بشكل أقوى. أعتقد شيء زي كده رهيبة والله شجرة المهارات باللعبة دي. هيا بلاش وذيك تقوية بنتخذها و
والضرر اللي يجيها قليل، شيء زي كذا. مره والله صراحة شيء حلو. يعني هذا اكثر شيء تقريبا راح اركز عليه، هي والتسللة. حتى مروضة روبوتات طبعا عليها رهيبة. اتوقع المهارات دي حقت مروضة روبوتات توصل مرحلة اي روبوت بك مداك كذا انك تروضه. حبال عندنا هنا حقت السفر السريع، خلينا نشوف كذا ايش بدنا نسوي. حفظ سريع، حفظ يدوي، خلنا نحط حفظ يدوي. اوكي خلاص حفظت، ناخذ الاشياء هذي. اوه والله عندنا روبوت، الله يستر. صرت مستعدة الآن لأي شيء. ده نصيده ده؟ أشوف كذا. أعتقد الجلد حقه أحتاجه. والله ما أدري لازم أقتلهم كلهم ولا لا، أحسن شايفهم كثيرين والله. كيف الروبوتات اللي هنا؟ شايفهم كثيرين صراحة. تلك الروبوتات مزقت هذا المخيم. هذا الوادي بالتأكيد ليس آمنا. لا إن شاء الله ما يلف. عشان ما داري يجي من وراه. كيف نهي على هذه؟ هذا حفظت واجهته الحلقة الماضية، أعرفك بس يجي وراه. دي ضربة صامتة. نهيه. لو اكتشفت أين تصنع سأتعلم كيف أتجاوزها. أنا زي ما أقول لك هو مو لازم تقتلهم كلهم، بس نحط ركب الحجر. أوكي أوكي تبتبي. يرمي هناك، خلاص روح هناك البكا إن شاء الله يروح. أنا أقول لكم خلنا نجرب الرمح الجديد. أوه لا والله نهيته، والله كنت أبغى أجرب الرمح الجديد. رهيبة والله حركة دبل سويناها. يعني جيتوا جري، يعني اللعبة تديك فرصة كذا إنه إيه بكا إنه مدك تدينها صامت. أنا زي ما أقول لك بصراحة ما لازم أقتلهم كلهم، فخلاص يعني. يتصارعون ضدي. بس إذا قتلتهم تاخذ لك نقاط إكس بي، عارف كيف أكثر خبرة تزود المستوى. ناخذ من الأخشاب دي. خلونا يا جماعة الخير أسوي بعض الركب الأسهم. والله إذا تكمداني مضطر أنهيه. بس أتوقع قدام، متأكد 100% قدام الأسهم حقتها راح تكون أقوى. روبوت ميت، لابد أنه بريث الباك. ربما إيرند قضى علي. إنها تشين سكريب. جورف قال بوسع ترقية قوسي هناك. ربما أستطيع تعديل عتادي أيضا. هذي هذا الضوء القاحل حقي هذا، إيش أسوي عنده والله؟ نجرب كذا شو؟ ما أدري حقي إيه. خلاص خلونا الحين نكمل، راح نقول الكوس بالبداية. كيف أسوي المهم؟ غريبة تقترب. بعدها تلك المنقذة. أتودين الدخول؟ هو ذا المكان. لازم أفكر أدخله. أهلا بك في تشين سكريب. افتحوا يا رفاق، أوامر جورف. يناسبني. يا إلهي بيترا. إيلوي ماذا تفعلين هنا؟ أخيراً هناك ما يستحق في هذا المكب. تسرني رؤيتك. وفي الوقت المناسب. تعالي. وأي. مصنع الجعة ما سأعتمد عليه. أجل سمعت. روبوتات وتوقف العمل. ليست هذه إلا أحدث الأعطال. تشين سكريب دائماً ما تعاني. صحيح. وها هو أكبر سبب. ليست أرضنا أو مشكلتنا. البريس الباك مشكلة الجميع. أولفند. أسمعت عنه؟ أجل، لكنها قصته، لنسمعها ونحن نحتسي الشراب. بيترا، بيترا، أنا أعبر وحسب.
إلى الغرب. آه، هناك سفارة في الضوء القاحلي علي إقامتها، وسأغادر بعدها. آه، بالطبع، لديك أشياء أهم. حسناً يا صهباء، سرتني رؤيتك. لو سترحلين بيترا، لكن لو أردت شراباً والضحك مع صديقة قابليني عند المصنع، اختاري. أولفاند مصدر للمتاعب، قد تحتاج بيترا مساعدة، لكن أولاً لأجد الطاولة وأرقي قوسي. راح نروح نرق القوس. كما أتمنى أن تكون مشروبا. أعتقد بما أننا بكيف رقي الطرح القوس راح يكون أعلى. واحد زي أوكي. رح بدك ترقي أكثر من شيء. بس خلينا بالبداية بكيف نقول اللي هو الأسلحة بشكل عام أعتقد. عارفين يعني اتوقع بمني بس اجعل الخيار ده في كيف وخلاص ممكن. لا والله لازم تحددها. اوكي كعبالي كلها مع بعض ده رقية بشكل لا عارفين كيف لازم كل واحد الحال ده. خلوني قوي القوس ده مش مدني قوي. شوف كيف قد زيد هنا اعتقد بس مداني رقيع على المستوى الأول. شو بس متقوي هنا وتوقع كمان قدام بدك تقوي. أتوقع باللعبة دي في قوس واحد بس إيش أنت مع الوقت تقوي. أوكي دحين صار المستوى الثاني بتروح نقوي على هنا. أعتقد في أربعة وخمسة في كيف زي كيف بس مع الوقت. مرة صار شيء حلو. تبدأ نقول. حبل المتفجر يعني كنت استخدمه الحلقة الماضية صدقوني كان رهيب. قوي ليش ما نقوي؟ اشوف كمش مدني قوي والله كانه مدني قوي القوس زيادة. نقوي زيادة يعني من اهم الاشياء. اوه مدني قوي على المستوى الثالث والله. خلونا نقوي ليش ما نقوي؟ أنا زي ما أقول لكم من أهم الأشياء. أنا هو السلاح حق أولوي عارفين كيف؟ فشيء حلو صراحة اللي سويناه. قوينا على شيء. خلي أشوف ال والله الزين نفسها قوية. بس ما أدري تغير شكله. ما أعتقد تغير شكله بس إيش؟ يصير أقوى. خلونا نقوي ليش لا؟ عشان افتكر بلعبة جوست اوف سوشيما مدري قوي زيادة. افتكر جماعة اخر بس بالاخر نشوف ايش مدري قوي كمان. لعبة جوست اوف سوشيما لما كانت قوي اللي هو جماعة الخير اللهم صل وسلم على البير محمد اللي ايوه زي الدرع حق في كيف كان يتغير شكله لما تقوي الدرع يعني شكل الدرع يتغير. باللعبة دي لا والله ما في شيء ذا. خلينا نقوي زيادة ليش لا؟ يعني شفنا اشتباك والضرر كلها تزيد. خلاص اعتقد بدنا قوي هنا. الحلقة الماضية صراحة استخدمت الفخ والله كان رهيب. هنشوف كمان ايش بدنا قوي هنا. خلاص خلاص ان شاء الله كده بالسليم. سيكون هذا يوم سعدي. كيف اعمل مع مطرقة بهذا الحال؟ على رسلتي. حلو دحين بدنا نسوي ايش كان يقول لي هو الاسهم الحمضيه. بس خلينا نشوف. الا والله والله مره شيء حلو. متحمس راح نستخدمها. والله لعبه حلوه صراحه. سيفيدني هذا. ساجد ايرند واساعده ليتخلص من البريث الباك. خلونا دحين راح نساعده. كيف راح تدي لي هنا الطريق قوي ومن هنا بس بدري كانوا في طريق اسهل. ايوه خلوه يجي من هنا. الله يقول لي من هنا خلاص اجل خلاص اروح من هنا. متحمس صراحة نجرب الاسهم الجديدة.
الحلقة الماضية كمان على نهايتها فتحت مهارة تخلي ال بدها تسوي الفوكس اللي هو ده بشكل أطول أظن شيء زي كذا مرة شيء حلو. بس خلنا نأخذ الشيء دي على السريع. عندنا روبوت. يمكن للمراجل تعليم إلى أين أنت متجه؟ أوه هذا ما هي العرف كيف زي الثور كذا. والله جدا عجبني تصميم روبوتات باللعبة دي يعني جدا حلو صراحة. أكان تعثرا؟ خلنا من دي حين نصبطها بس الإسعافات. إنها أعتقد رح نستخدمها دحين. هاي أنت سأكافئك لو قتلت الاستغلاليين. هناك دوما مطالب. أصمد سأجد حلا ما. حاول استدراج ما نحو الأسلاك. عم تجي ما نحو الأسلاك؟ ايه ما دري يجي من ورا وين هي يعني راح اجيبه من نحو الاسلاك. اوكي وقت القتال. اوه تعال على هنا ان شاء الله يجي. شوف كذا ولا نقز ذكي يعني صراحه. الحلقه الماضيه لاحظت الشيء ده الروبوتات صراحه ذكيه. اوه صوت كبير ما شاء الله. انتبه. لا والله بنهيني يا ساتر. عارف كيف السم اللي طلقناه عليه يعني سوي ضرب بس مع الوقت اثنين زيادة كمان. لا انتبهي مشكلة ما حددت تنفه يعني جاي مقطع ضعفه بشكل واضح. هذا راح يموت مع الوقت يصير. عارف كيف بس بقي ده كفو. اوكي دي انتبهي ندخل على نفسي. صدق اثنين قريب يموتوا. رهيب والله ضبطة. والقتال صراحة بشكل عام صراحة باللعبة دي والله جدا حلو. حلوة والله الأسهم الجديدة. يعني عاجبني صراحة إنه لأشكرك كما يليق. الأشياء اللي تحتاجها عشان تصنع بسيط وتلقى في كل مكان. جرابي بهذه. واضح انه اللعبه خذها من العلم. واضح انه اللعبه ما تبغاك تعاني بكيف بالتصنيع يعني بادوات التصنيع وكذا. شيء حلو. شوف كل مكان والله في كل مكان كل ما تمشي تلاقي الاشياء اللي تحتاجها التصنيع. احنا خلونا نروح له ذا ونكلمه بكيف عشان نكمل بالمهمه. انك صياده ماهره قتلت الاستغلاليين اسرع من قتل فانغارد للبريسلباك. أفراد فانغارد جاءوا هنا؟ أجل منذ فترة دمروا بريسلباك واتجهوا جنوبا لكن ظهرت روبوتات الاستغلاليين لنهش الجثة كالعادة ثم هرب بريسلباك آخر. الأمر جنوني هنا. ذهب أفراد فانغارد إلى الجنوب. ربما هذا الوادي يعج بها وفانغارد عازمة على التخلص منها. هذا واضح. مهلا يا صهباء. لو ستذهبين لوادي الرعب ستحتاجين قاذف فخاخ. ليس أي قاذف فخاخ، سأصنعه لك مجانا. مصنوع بجودة عالية. أجل عملت على التصميم منذ غادرت تشين سكريب. مساحتنا أكبر للتفكير وفرصة أقل للحوادث. نقول لعبة فيها زي كذا عارف كيف نختار الحوارات. بس خلنا بالمهم عارفين. أنا سأتحرك. شكرا على قذف الفخاخ. بينما تطيحين بالبريسلباك سأتجه إلى أراضي الصيد. أعرفت اختباراتهم لقذف الفخاخ؟ تعالي وجربيها. ربما بعد السيطرة على الوضع. اتجه إيرند إلى الجنوب. سأتتبع أثره بمصلاتي. طيب مكتوب قذفات الفخاخ تتيح وضع أنواع مختلفة من أسلاك التعثر. والله ما أدري دوبها كانت محطوطة هنا في أسلاك التعثر. الروبوت كان ذكي ونقز من فوقها. فكا تحس صح شوية معقد أكون صريح معاكم. وريني كذا. كل علي بس سوي كذا. تطلق كذا. وتنهي كذا. فكا والله ما أدري حسوا ما ضبط ده. لا خلو بس أجرب من جديد.
معقولة كذا وخليجي يجري؟ اتوقع على زبيه وشبكه كذا على الكيب زي الجدار. والله ما ادري حسرجي تورجيكم صراحة معاكم. خلونا نكمل. هنشوف دحين باين في اثر لازم اتبعه. هنشوف كذا. اثار ربما لإيرند وفانغارد. يبا نروحوا الكيب السيدة من هنا. طلع من هنا. امتلأت الحقيبة، أستطيع الحصول عليه من مخبئي لاحقا. اها اوكي، والله مرة شيء حلو يعني. شو اللي تاخذها؟ والله مرة شيء حلو، تلاقيها بالمخبأ أو زي الخزنة خلينا نقول حق تيلوي. فكل عليه بس أرجع وأخذها، والله مرة شيء حلو. أفتكر لعبة ديمون سولز كان فيها زي كذا، لما تتملل اللي هي الشنطة حقتك الشيء اللي معاك. انا حط سلاح ذا خلوني احط سلاح ذا. السلاح ذا رهيب والله يعني، كنت استخدمه الحلقة الماضية. ترى بدنا نصيد ذا والله ما صدت عادي. كنت استخدمه الحلقة الماضية، كان يا جماعة الخير صراحة جدا رهيب. كمل دحين على هنا. اوكي بقى راحوا من هنا، ما طلعوا ولا نزلين. نازلين اشياء عم داني خلاص عدد درت تركض ايش بيعنا. يعني صراحه شفت تقييمات اللعبه دي، انا والله ما شاء الله اخذت كم، اخذت 89% في اشهر موقع تقييمات اللي هو موقع اسمه ميتا كريتيك. اديت واحد شوف بيموت. اوه الاصلاح رهيب، شوف كيف سوي الضرب مع الوقت. خلاص شرف، بس والله بدري في روبوتات النظام. عرفت كيف؟ ادى اللعبه دي 89%، تقييمات جدا حلوه ترى. عرفت كم ادى داينج لايت؟ صدقوا ادى يمكن زي 78 79% شيء زي كذا. والله ما ادري، عشان اللعبه صراحه كان فيها شويه جلتشات فظلموها. اشوف ايش فيه، هل في شيء صار هنا؟ يبدو ان احدهم في قتال. لا خلونا نحكوا. طيب البريث الباك في كل مكان. سقط آخر، والآن هذا ما تدربت لأجله. لا سجلات لملئها. لا، لما لدي دوريات ضغيرة. الطلع وحسب، القتال وحسب. إيلوي، إيرند، ابقى هناك، سأتولى الباقي. راح نواجه الروبوت ذا اللي زي الثور، واخذ الطيحة عليه. لا انا ما ادري الغيها. ليه يقول لي ما ادري الغيها؟ لا والله اعتقد هذا ما ادري. لدى البريس الباك حاويات حمضية ستسبب تفاعلا متسلسلا بسهامي الحمضية. لا قايل لكم. اوه شوفوا الطرق قديش كفو، والله مرة شيء حلو. اوه معاه روبوتات، خذيهم. تدري مواجهتهم مرة صعبة. والله الضربة دي رهيبة تعجبني. واحد ثاني. لا نحط من دي. اتوقع الضربة الواحدة منه يمكن راح تنهيني. الذخيرة نفذت. فهمت منه. احط
اعطيه وقت اعطيه. اخر عنه اخر عنه خربت وش الفكب زي السم. تبهيه يوم ما تسوي فوق بس كده. والله طوله فوكس يعني صراحة المارة دي أصل عليه والله نبقى تحتها. شرف تكر قبل ما أفتح المهارة دي حقت التركيز لما كنت أستخدم التركيز ما كان يطول قد كده. ربما كيف أشياء خلاص المخزون حقنا. الطريق فأعتقد لما خلاص أروح الطاولة حقت التصنيع وكذا راح ألاقي المون كلها موجودة اللي جبتها. بس خلونا نأخذ هنا آخر شيء. والله درشة كثير. أفضل حالاتي كالعادة. إذن قمت أنت بالصعب بينما تعاملت أنا مع الضعيفين. لأي مدى؟ هذه لا أريد دلوعا. أنا بخير بخير. لا أعتقد أنك قدمتي حتى وادي الرعب لتشهدي تحطمي. ما الأمر؟ لابد أن تنعقد السفارة لأذهب غربا. أرند، ما قد فعلته وما فعلناه لم يبعد الخطر لكنه أبطأه. هناك المزيد لإنجازه. حقا؟ هذا رائع. أعني أن جزء التهديد لن ينتهي، فهذا ليس جيد. لكن أيا ما ستواجهينه رمحك ومطرقتي كالأيام الخوالي. أرند، أحتاج السفارة الآن. لن أنتظر شفائك. سأشفى في يومين. في الواقع حتى لو كنت سليماً ما ينبغي لي فعله سيكون بمفردي. انفراد. حسناً هيا. أرند، لا أريد مقاطعة المشاعر لكنني متأذن هنا. فلتهدأ قليلاً فأنا قادم. الوضع يتحسن. اسمعي، سأذهب للضوء الكاحل لأتعالج. إن أردت انعقاد السفارة سنحتاج كاهن الشمس فواديس المثابر. أعرفه. سأنظف الوادي من بريسل باك وأرسل فواديس للضوء الكاحل. أراك هناك. أظن هذا يبدو كوداع. آسفة؟ أنت آسفة؟ إنها المرة الأولى. ما مصدر هذا الكلام؟ فقط انسي الأمر فحسب. لا عليك. بدا له معنى. حسناً إذن. تذكرين معركة البرج؟ عندما حلقت غادرت دون أي وداع حتى. أمثالي حاربوا وأصيبوا في صفك يا إيلوي ثم اختفيت. من قد يفعل ذلك؟ والله صراحة أنا لو علي يجي معنا أشوف كده. أرند، اسمع، يؤسفني أن الأمر لم يكن هينا وليس هينا الآن، لكن ما كنت أفعله. الحياة على الأرض في خطر وأنا من سينقذها. الحياة على الأرض؟ أجل، كل شيء سيموت إن لم أنجح. إذن لأساعدك. لا يمكنك. ليست روبوتات لنحاربها أو شريرا نقتله. ما علي هو أعجز حتى عن شرحه حتى لمن أهتم بهم. لم أصبح مفيدا. حسنا. أرند، بحقك. أظنها إشارتي. سأصحبك للضوء القاحل. لا لا، لحظة، مكان آخر.
أحتاجك، سننهيه بدونك. لا يبدو ذلك جيدا. ستفعلين هذا وحدك، نحن نبطئ. إخلاء وادي الرعب يقول لي ذهاب لمصدر انفجارات. الله يسترها. روح والله ما ادري بالعرض اشوف ولو يعرفين كيف تركب كذا زي الحصان. ما ادري قال لي عقلي ماذا نستخدمه بشكل عارفين كيف بشكل دائم، يعني انه يكون دائما معانا. بس والله ما ادري قدام. والله شايفها صراحه السريعه يعني تصل بسرعه. افرادوا اسرم هنا، فلناخذ خردتها قبل روبوتات الاستغلال. قتال الزعماء صراحه باللعبه دي والله جدا جميل. يعني هذا الثرو اللي دوبه ما كان زعيم ترى. زين بعدين احنا نشوف المحجر الذي ذكره هولا. شافني يتجاوز الروبوتات. نساعدهم. أخيرا هناك من سيساعدنا. ومليء بالاختبار. والله شوف أنا ما جات ضربة قوية منه. إن شاء الله ما راح تيجي. بس أعتقد جات راح تسوي ضربة كبيرة. شوف كيف رافس. هذا هو التخلصي منه. تخلصت من واحد. شلي معه. أقل ثاني. والله يبدعوا صراحة بالقوس. والله هي يعني الحلقة الماضية كما كنت أقول لكم فقط واحد آخر مع جمعة خير اليد يعني حقت الكنترول حقت الستيشن من فايف. والله ما شاء الله يعني رهيبة والله. والله اثنين مهاجم ثلاثة اقسم انت كده فقط واحد آخر عليه وين الحقوه مالك عدني شو تجلت. انا نوريكم بلع علم خيس. ما جت فيه والله. والله عصار هذا جت فيه راح تجمده عندك كمان. ولا فلت الضخيرة لازم تبه عن عليا. نسي بعض الأسهم إن شاء الله دي راح تنهي. هنهي رجع في مكان. انظري إنه يسقط. أخيرا المحجر آمن الحمد لله نهيته. تعالي أيتها الغريبة علينا التحدث. نشوف الشرجات هذه ما أدري صراحة هذه مهمة جانبية ولا أنا كانت على طريقي. ما أعتقد جانبية. شوف كده. لا أعلم لما أنت هنا لكننا نقدر ما فعلت. لقد حاولنا انتظار فانغارد لكن أحد البريسل باك هاجمنا ومن ثم نشب قتال فجأة. هل الجميع بخير؟ فقدنا أشخاصا صالحين. كنا لنخسر المحجر من دونك. الوضع الآن آمن. أثناء عمل المحجر ستصاب بالطنين لكن صفارة تشين سكريب لم تطلق فعلينا التقاط القطع. علي الذهاب. احترسوا. بفضلك أنت قد مر اليوم بسلام. يعني صراحة الأشياء الجانبية كده اللي على طريقي قضيت على معظم البريسل باك. راح أسوي يعني. الوادي آمن للسفر. سأخبر فادي عشان صراحة تديني من ربما تقام السفارة أخيرا. كيف على طريق دائما إن شاء الله راح أسويها. فصراحة جماعة خير أنا راح ننهي الحلقة هنا إن شاء الله. راح نكمل الحلقة القادمة. توصل نهاية حلقتنا دي يعني انتظروا بإذن الله كل كم ساعة حلقة جديدة. لما نختم اللعبة الجميلة دي فأتمنى دعمكم وبإذن الله نشوفكم في الحلقات القادمة. في أمان الله.